تقطيع ملفات الفيديو في برنامج الفيرجوال تاب سهل جدا. كل ما عليك أن تفعله هو أن تسحب ملف الفيديو إلى برنامج الفيرجوال تاب، ثم تختار البداية التي تريد أن تقطع فيها الفيلم. هذه البداية، تكبس على زر تحديد البداية، ثم تذهب إلى النهاية وتحدد المقطع، ثم تكبس في لوحة المفاتيح على زر Delete فيتم إلغاء المقطع، ويمكنك فعل أي جزء من أجزاء الفيلم وأن تلغي المقطع كما تريد. لحفظ الملف بسرعة، اذهب إلى فيديو واختر Direct Stream Copy، ثم اذهب إلى File Save as AVI، وقم بحفظ ملف الفيديو باسم جديد أو على اسم الملف السابق، لكن يفضل أن يكون باسم جديد. هذا كل ما في الأمر، سهل جدا. السلام عليكم.